وأقلعت الطائرة، فأخذت مجلة وراحت تتصفحها بسرعة علّها تتمكن من إخفاء دموعها وإلهاء نفسها عن التفكير بالأيام الثمانية الماضية. ولم تتفوه سالي بشيء طوال تلك الرحلة القصيرة إلى سيدني، وباستثناء بعض الجمل المقتضبة التي كانت ترد بها سلبا أو إيجابا على المضيفة. وشعرت بشيء من الارتياح عندما حطت الطائرة، ولما وصلت الحقائب رفض لوك عرضها بأن تحمل إحداها حتى خارج المبنى أو أمام المدخل الرئيسي، حيث طلب منها الانتظار قرب الحقائب كي يذهب لإحضار السيارة. أخذت سالي تفكر بالمنزل الذي أصبح بيتها، وبكارلو المساعد والصديق، وأخيرا بوالدها جو. آه، إن لو كانت المشاعر مختلفة لكانت الأمور. أحضر لوك السيارة وأوقفها على بعد خطوتين من سالي التي تنهدت بارتياح، وفتحت بابها ثم ألقت بنفسها على مقعدها الأمامي بصمت وهدوء. وبعد أن وضعا الحقائب في صندوق السيارة وجلس وراء المقود، التفت نحوها وقال محاولا الترفيه عنها: إلى أين أوصلتك أفكارك؟ أو بالأحرى، بماذا تفكرين؟ يبدو أنك مستغرقة في عالم حزين أو حالم، حتى إنك لم تتفوهي بكلمة منذ مغادرتنا بيت أختي. كانت هدنة لا بأس بها على الإطلاق، أليس كذلك؟ أجابها بصوت عكس بعض الشيء مكرا وتهكما، أثار فجأة شعور الازدراء الذي دفنته تحت قشرة رقيقة كالنار تحت الرماد. فقد قال: أنا متأكد من أن أختي الآن مقتنعة بأن زواجنا مثالي، ونحن بالطبع نعرف بأن الأمر مختلف تماما. اسمعي يا صغيرتي، أريدك أن تطردي من رأسك هذه الخطط الشيطانية التي بدأت تبرز بمجرد اقترابنا من البيت. نظرت نحوه بغضب وشراسة وقالت له بحدة بالغة: أي خطط يمكنني إعدادها يا لوك؟ إنني مقيدة بسلاسل أقوى من الحديد، وسأظل على هذا النحو طالما أردت أنت ذلك. وحتى لو سمحت لنفسي بمجرد التفكير في هجرك، فإن تهديدك بسحب دعمك المادي لوالدي سيشكل بالتأكيد رادعا كافيا. وأزاحت وجهها عنه بعصبية، لأنها لم تعد تتحمل تلك النظرات المزعجة والملامح القاسية، ثم تمتمت بحدة وأسى وقالت: مسكين هذا الطفل، هذا الطفل الذي ستكون ولادته صعبة وحزينة مثلما كان الاتفاق على تكوينه، ومثل الأسلوب المتبع لتحقيق هذا الاتفاق. اللعنة، اللعنة! سارعت سالي لمواجهة غضبه العارم وتفسير جملتها القاسية قائلة بصوت مرتفع نسبيا: وما هي الفرص المتاحة أمام طفل يعيش مع والدين يكرهان بعضهما؟ هذه ليست الطريقة المثلى للحصول على أولاد وتربيتهم. إنهم بحاجة للحب، للاستقرار، للشعور بالانتماء إلى عائلة واحدة متكاملة. كفى، كفى، بحق السماء، هل يجب علي مواجهة هذا التوبيخ والتعنيف وأنا في خضم هذا البحر الهائج من السيارات والآلات؟ صمتت سالي رغما عنها وراحت تحدق بدون تركيز أو اهتمام على الشوارع الممتدة أمامها، على المباني المزروعة على الجانبين بشموخ وكبرياء. وما إن أوقف لوك السيارة أمام المنزل حتى فتحت سالي الباب وهمت بالخروج، أمسك بها بقبضته الفولاذية وقال لها بنعومة خبيثة: لا لا يا عزيزتي، ليس بهذه السرعة، فقبل فرارك إلى البيت ستجيبين على سؤالي التالي. ولمعت عيناه ببريق من الغضب الهادئ الذي يبعث فيها الخوف والارتعاش، هز رأسه وهو لا يزال ممسكا بذراعها ثم قال:
ما الذي يدفعك إلى الاعتقاد بأن أطفالنا سوف يحرمون من الحب؟ حبك أو حبي؟ كيف ستكون حياتهم سعيدة وتبشر بالنجاح ونحن على خصام وخلاف دائمين؟ ألا يمكنك تصور وقت ما نمتنع فيه عن الحرب والقتال؟ لم يعجبها تهربه من الإجابة مباشرة على سؤالها الجاد، فنظرت إليه ثم ركضت باتجاه الباب، وما إن دخلت البيت حتى تسمرت في مكانها وقالت بصوت لا يكاد يسمع: أمي، إيميلي، ماذا تفعلين هنا؟ رفعت والدتها أحد حاجبيها وقالت: أعربت لك يا ابنتي العزيزة عن رغبتي في الحضور وها قد حضرت، فلماذا الدهشة والاستغراب؟ كانت إيميلي ترتدي فستانا أنيقا للغاية وقد سرحت شعرها بطريقة حديثة وجذابة، ولاحظت سالي وربما للمرة الأولى في حياتها أن ما من أوجه شبه على الإطلاق بينها وبين أمها، وعادت إلى السؤال بدون أن تلاحظ أن لوك أصبح وراءها: أعني كيف دخلت؟ نحن غائبان وكذلك كارلو. ابتسمت إيميلي وقالت وهي تفتح ذراعيها لاحتضان ابنتها: حبيبتي سالي، اتصلت بوالدك فأخبرني عن موعد عودتكما، فأعددت رحلتي على هذا الأساس. كان أبوك ينتظرني في المطار حيث اهتم بحقائبي وأغراضي ودعاني إلى الغداء هناك، ثم أوصلني إلى هنا قبل ساعتين تقريبا. أفرغت ما أحمله من ثياب وأغراض في إحدى غرف الضيوف التي أعدها لي كارلو، ثم ازدادت ابتسامتها اتساعا وهي تنظر إلى ما وراء ابنتها وتقول: والآن دعيني أتعرف على صهر العزيز. وقفت سالي صامتة مذهولة، وتقدم لوك خطوتين وطوق خصر زوجته بذراعه اليسرى فيما مد يده اليمنى ليسلم على إيميلي التي قالت له: يمكنك أن تناديني باسمي الأول إيميلي، ابنتي فقط تستخدم معي كلمة أمي مع أنني أفضل مناداتي بإيميلي. ثم نظرت إليه بإعجاب واضح وأضافت: إنك تبدو إيطاليا لأبعد الحدود، وربما إنك طويل القامة، فمن المؤكد أنك تأتي من الأقاليم الشمالية. وتطلعت حولها إلى المفروشات والأجهزة ومضت إلى القول: ومن المؤكد أيضا أنك واسع الثراء، فهذا القصر بلا شك ليس كوخا لفقير معدم أو منزل عادي لإنسان متوسط الحال. هز لوك برأسه ثم قال لها بتهذيب وهدوء: تفضلي لنذهب إلى قاعة الجلوس، هل تحبين فنجانا من القهوة يا إيميلي؟ ملعقتين من البن وملعقة من السكر. وأثناء شربهم القهوة سألت سالي أمها: هل كانت رحلتك موفقة؟ طبعا كم تتوقعين أن تطول إقامتك هنا؟ وجهت نظرة ثاقبة إلى ابنتها وقالت: معك أنت يا حبيبتي؟ ما مجموعه 8 أيام و5 الآن. ثم أتوجه إلى بيروت لتمضية أسبوع هناك، أذهب وبعد ذلك إلى داروين لأقضي فترة مماثلة، وأنوي تمضية الأيام 3 الأخيرة معك هنا في سيدني. تذكرت سالي زوج أمها الأمريكي الوسيم والطيب وسألتها: كيف حال هانك هذه الأيام؟ إنه بخير، منشغل جدا ولكنه بخير، الأعمال الضخمة تستهلك أوقات رجال الأعمال الناجحين. ثم نظرت إلى لوك فجأة وسألته: ما هي طبيعة عملك يا لوك؟ رد عليها لوك بهدوء المضيف المهذب قائلا: أملك وأدير شركة للاستشارات التجارية والتمويل، لا ضرورة للسؤال عن مدى نجاح الشركة، فإني أرى الجواب كيفما تطلعت.
هز لوك رأسه وهو يحاول إخفاء تبرمه فيما اختارت سالي الابتعاد عن أمها وملاحظاتها. تطلعت نحو زوجها متظاهرة بالعشق والهيام وقالت: حبيبي، تحدث مع والدتي بينما أرى مع كارلو ماذا يمكننا إعداده للعشاء. وفي المطبخ حيت كارلو بابتسامة عريضة وهي تعرب عن ارتياحها لما يقوم به قائلا: أوه، إن رائحة الطعام شهية ولذيذة للغاية، هل من شيء يمكنني المساعدة فيه؟ هز كارلو رأسه نفيا وقال: أنت تبدين رائعة يا سالي، هل تمتعت بالعطلة؟ ردت بعناية وهدوء: كانت رحلة مريحة جدا، أولاد أنجلينا رائعون جدا ويدخلون القلب، وإنهم يدخلون الفرح إلى قلوب الجميع. بالمناسبة، أي غرفة أعددتها لوالدتي؟ الأقرب إلى الدرج. ثم ابتسم بحياء وأضاف قائلا: إنها قوية جدا. و ضحكت سالي وهي تقاطعه قائلة ومتسلطة أيضا: ويجب أن يمضي الإنسان بعض الوقت معها قبل أن يعتاد على كلامها وتصرفاتها. سر النجاح معها يكمن في عدم السماح لها بإرهابك. بعد قليل عادت سالي إلى غرفة الجلوس وقالت لوالدتها وزوجها: سيكون الطعام جاهزا خلال 5 دقائق. رفعت إيميلي نظرها إلى ابنتها ثم ابتسمت بدماثة ووداعة وقالت: كان لوك يخبرني أثناء غيابك في المطبخ تفاصيل لقائكما. بلعت سالي ريقها بصعوبة وأرغمت نفسها على التعليق بارتياح مصطنع: أوه، من المؤكد أنه حديث ممتع ومثير للاهتمام. يجب أن أشتري أغراضي خلال الأيام القليلة المقبلة. لوك أبلغني بأنه مضطر لمغادرة سيدني 4 أيام، ولذا سيكون لدينا متسع من الوقت نمضيه بمفردنا نثرثر وتطلع كل منا الأخرى على أخبارها وحكاياتها. اللعنة، فهذا يعني أن المعلومات التي لم تتمكن إيميلي من إغراء لوك بإطلاعها عليها ستحاول استخلاصها من ابنتها، وهذا يعني أن الأيام المقبلة سوف تكرس للاستجواب الانتقامي. ابتسمت وقالت لهما بمرح: العشاء جاهز، تفضلا.